نعم، منورة انت يا حبيبتي، اتفضلي ربنا سؤالك. يخليك، شكرا لذوقك، كنت والله اتنين امارات، ربنا يحفظكم يا رب. ربنا الله يخليك يا يخليكي، مريم، ميرسي. ربنا يخليك. انا مش هطول عليكم، انا متجوزة بقالي 8 سنين ومعايا 2 اطفال ولادي، تمام. وحصلت مشكلة، يعني حصل مشاكل كتير بيني وبين زوجي، واقرب مشكلة ان انا احكيها لك، ان هو تملي عايز يلغي شخصيتي، ما يبقاش ليا رأي. كان في مشكلة تافهة حصلت بيني وما بينه، مسكني ضربني، وانا والدي راجل محترم ووالدي بيصرف عليا، وزوجي لما لقى ان بابايا بيديني فلوس، جوزي ابتدى يلغي مصروف البيت. اجي اكلمه على مصروف البيت يقول لي ما انت بيجي لك فلوس، انت مستنيه فلوسي ايه؟ بيسيب لي 50 جنيه في البيت اكل واشرب منها، لو احتجتي اي مثلا نظافات للبيت بتاعي هاتي من 50 جنيه. هو جيت مثلا اتغير لكده بالتدريج يا مريم، ولا هو من بداية الزواج أول ما شافك بتاخدي مصروف على طول لا رمى؟ لا، بصراحة اتغير لما لقى ان بيجي فلوس من والدي، اتغير لما لقى مساعدة من والدك، وان والدك راجل محترم وبيقف هو جنبك. كان في بداية الجواز كان بيديني مصروف الشخصي بتاعي، وكان كنت انا بجيب حاجة البيت، وكنت انا اللي بجيب اللوازم بتاعت البيت بتاعتي. طيب مريم، علشان نبقى برضو محددين مع الدكتور رضوى، انتي مشكلتك الاساسية في انه مد ايده عليكي، ولا ان هو دلوقتي هو بيستغلك ماديا كمان؟ وضربني ما من تسيبنيش، اسبوع، وبيقفل قافل عليا خليني اسال. بالمفتاح، طيب قافل عليا بالمفتاح. بصي يا مريم، دكتور رضوى عايزة تسالك. طيب خليها تسالك وانتي ردي عليه. اتفضلي يا دكتور. مريم، اولا بشكرك جدا على انك بتشاركينا بالمشكلة، لانها ممكن يكون في ناس ثانية تستفيد منها. قولي لي، هو في الاول كان كويس معاكي وبيديكي فلوس وعلاقتك بيه كويسة، ابتديتي انتي بصراحة تستعيني بوالدك مش كده؟ بصراحة ربنا، هو يعني اول 5 سنين فاتوا في حياتنا كان، بصي يعني انا واخداها عن حب، وكان احن راجل في الدنيا، وكان بيساعدني في حاجة البيت والكلام ده كله. ايه اللي غيره؟ اللي غيره ان انا بصراحه ربنا، انا يعني عشريه زياده عن اللزوم مع الناس، فابتديت اني انا عشان ما كانش في بيت اهلي ليا اختلاط بالناس، فانا هنا متجوزه بيوت اللي حواليا ناس قرايبه، وانا والدتي كان عندها حته ارض راحت باعتها ووزعت فلوسها، وهي عايشه حاليا برضو وزعت فلوسها عليا انا واخواتي، ووالدي راح جاب لي بالفلوس بتاعتي انا واختي ذهب. وبالفلوس ديت جوزي كان عنده محل احذيه وشنط حريمي، فانا رحت، كان هو المحل اتقفل، رحت بعت الذهب بتاعي لجوزي ووقفت جنبه، شاطرة. فلما هو ربنا وسع عليه ابتدى يجيب لي حاجه في حاجه، في واحده قريبته حصل لها ظرف، وانا طيبه زياده عن اللزوم فبصدق الناس، جت قالت لي ده انا عندي ظرف وبتاع، رحت انا بعت لها طبعا الدبله والخاتم اللي جوزي، ابتدى يعوضني تدريجيا بالفلوس اللي انا ساعدته بيها، وجاب لي دبله وذهب. انا بقى رحت من ورا جوزي بعت الدبله والخاتم بتوعي، فجوزي انا حصل لي حاله صحيه وجالي شلل نصفي، وجوزي طبعا جاي ياخد الذهب هنا. عشان دي بقى دي نقطة التحول اللي حصلت. لا مش ايوه، بس كده، ابتدى بقى الثقه بقى قلت، بقى الثقه قلت ما بقى. انتي ضحكتي عليه، مش انتي عملتي حاجة من وراه. تمام، احنا طبعا هنرد عليك يا مريم، انا بشكرك يا مريم، هنرد عليها يا دكتور رضوى، اتفضلي. هو يعني حالة مريم الحقيقة متشابكة جدا، ويمكن علشان كده أنا حبيت أسمع منها التفاصيل، لأنه واضح أنه الزوج كان علاقته بيه طيبة، بتوصف 5 سنين ما كانش فيه مشكلة خالص، وهي كمان جدعة جدا لأنها وقفت جنبه وما بخلتش عليه بالمال ولا بالإمكانيات اللي عندها، فهما الاتنين مثل مهم. لما ابتدت مريم تعمل حاجات تدخل بيها أشخاص آخرين في العلاقة، سواء تبعه من عيلته اللي هي كانت بتحاول تساعدهم من ورا ظهره، أو إنها تصدر له الأب، ابتدى يبقى فيه خلل في العلاقة. يا مريم، أنت ما بقتش العلاقة بينك وما بين زوجك بس، أنت دخلتي أوضة النوم أبوكي وكل الأشخاص الآخرين اللي أنت اديتيهم أشيائك من ورا علاقتك بزوجك. طريقك علشان ترجعي مرة أخرى تبقي قريبة من الزوج، انت لازم تخرجي كل الناس اللي انت دخلتيهم اوضه النوم. احنا هنا بنقول اوضه النوم يعني العلاقة الخاصة، العلاقة الثقة، علاقة الود، العلاقة اللي هو كان بيعتبرها علاقة مقدسة. انت عملتي اشياء ولو بحسن نية
عملت خلل في العلاقه دي. فانت لازم تشوفي ده، وبدل ما تلوميه على ان هو زعلان وشايفه ان هو بيمارس العنف، هنا العنف اللي هو مارسه عليكي ايوه مش مقبول ان هو يضربك، ايوه مش مقبول ان هو يعنفك، ولكن كمان مش مقبول اللي انت عملتيه. فهو عمل عنف كرد فعل، وانت محتاجه انك تراجعي نفسك معاه علشان الامور دي تصطلح بينكم انتوا الاثنين مش من خلال الاخرين. ليه الرجل دايما بيفكر في العنف اول حاجه لما بيكون متضايق او لما بيكون زعلان، ممكن عايز ينتقم، بيحس ان هو اتخان او الثقه بتاعته اهتزت في اي شيء، اول حاجه بتحصل وسعه من قدامه. يعني اول حاجه لما بيبقى فيه راجل عنده مشكله ما، الواحد يبقى عايز يبعد من قدامه لاحسن يعني ياخد حاجه في وشه او حاجه. ليه الراجل بيبقى اول حاجه او اول اوبشن عنده على طول انفذ باني اضرب او ازعق جامد او اقول لفظ او ليه؟ يعني مش عايزين طبعا نعمم، اكيد مش كل الرجال، يعني كل الرجال بعضهم، ولكن في ستات برضه بيعملوا كده وتلاقيها في منتهى التطاول مع الزوج ومع العيال، وتضرب وتمد ايديها الى اخره. ولكن اللي بنشوفه يمكن ظاهره اكتر زي ما حضرتك قلتي، انه الرجل ممكن يكون زي ما حصل مع مريم، مع انه راجل ممتاز وزوج هايل، انما لما حصلت الاشكاليه دي ضربها، مد ايده عليها، وكان في يعني تطاول وعنف جسدي. فبالتالي الرجاله هنا في فرق ما بين واحد عمل ده مره وعمله تحت ضغط وكرد فعل لشيء هو شافه خيانه او اهانه او شيء يعني آلمه بشده، وده كان رد فعله، وانه ما عملش كده تاني وندم ورجع، لحد ده اسلوب حياته. وبالتالي هو حد ما بيعرفش يمسك أعصابه ويعاني من اضطراب يشخص في الطب النفسي، وهو الانفلات الانفعالي. والانفلات الانفعالي دوت امبلس كنترول ديس اوردر، لا يستطيع ان هو يضبط انفعالاته، مما يؤدي انه زي ما حضرتك قلتي انه ممكن ياخد اي حاجه قصاده، ممكن يكسر البيت او يكسر الموبايل بتاعه او يرمي حاجه من الشباك او يمسك حد من عياله ويجيب له عاهه مستديمه ويندم ندم شديد بعد الفعل ده، لانه ما كانش عارف يمسك اعصابه. ممكن هو نفسه في نوبه من نوبات الانفعال دول يجيله ذبحه صدريه. كل الاشياء اللي انا بتكلم عنها دي حالات انا باشرتها، فدي نماذج حقيقيه يا جماعه. فاللي بيعاني من هذا النوع من الانفعال ده محتاج العلاج فورا، لانه كمان مع تقدم السن ممكن يحصل نزيف في المخ في واحده من الانفعالات الشديده اللي بتحصل دي. فاللي عمل ده وندم ورجع لازم يبقى مستوعب ان مش ده افضل اسلوب للتعامل، لان ده بيغلطه هو شخصيا طبعاً. واللي بيعمل ده زي ما حضرتك بتقولي بشكل متكرر سواء ست او راجل لازم يتوجه فورا للعلاج.